عشان كده عايزة أتوقف عند جملة مهمة جدا يمكن قالها موسيماني لما عقد المؤتمر الصحفي بتاعه امبارح بعد ماتش الأهلي والمريخ، لما قال يا ريت ما تقارنوش الجيل ده يعني ما تقارنوهوش بالنتائج، قارنوه كنتائج، ما تقارنوهوش بأسامي لعيبة فاتت. فأعتقد برضو أن فكرة المقارنة دي كابتن عادل ظلمة في حق الجيل الحالي ده طبعا. ولا إيه؟ طبعا طبعا كل جيل وليه ميزاته وليه سلبياته. بس الأجيال بتاعتنا ولله الحمد ميزاتها كتير قوي، السلبيات بتبقى حاجات قليلة وممكن جدا مع الأداء الجماعي ومع الروح القتالية ومع التربية بتاعتنا مع حب والعيلة والحب اللي بين اللعيبة، السلبيات دي ممكن يعني ممكن تختفي شوية نتجاوزها بالظبط. لأن لما يكون مثلا في عادل أداؤه النهارده نص نص تلاقي كل اللي حواليه بيشيلوه، هو مش موفق تلاقي كل اللي حواليه عمالين بيحتووه بحيث ويفضلوا حتى بالكلام وبالفعل، هو ما بيأديش الواجب الدفاعي فأنا أعمل الواجب الدفاعي بتاعه مع الواجب اللي أنا مكلف به وهكذا. حتى لو في هناك سلبيات مفيش فرقة ما فيهاش سلبيات، لكن لما يكون أنا عندي السلبية ديت وأنا شايف ان زمايلي كلهم بيشيلوني بكره او بعده في زميلي مقصر في الحاجه الفلانيه في الناحيه الهجوميه انا بغطي عليه. تقصد مروان هنا صح ولا ايه؟ شوفي اصلا انا ليا رأي، لان انا ولله الحمد بحب مروان قوي وكل اللعيبه، بس مروان في ميزات يعني كل ميزات المهاجم موجوده فيه، بيدافع وبيهاجم بيلعب رجل اتنين هيدرز، مشكلته الوحيدة نفسية، يعني هو بيتأثر باللي بيتقال عليه في الإعلام ودي حاجة خطأ، وأنا يمكن مع حضراتكم قبل كده قلت الكلام ده مظبوط. المفروض أنت يبقى عندك ثقة في الله ثم ثقتك في نفسك، أنت فيك كل الميزات، مفيش مدرب جه إلا لما كان بيعتمد عليك سواء في المنتخب أو في النادي الأهلي، اشتغل على نفسك، الكرات اللي هي بتتلعب ما تستناش زي ما قلت لبوالي قبل كده في لما كنا في قطر، ما تستناش الكوره روح لها، وبعدين ده برضه هيجي لما يبقى في نوع من الانسجام ما بين الراجل على الطرف وما بينه، الراجل على الطرف سواء علي معلول وبوالي لو في تفاهم وفي انسجام على طول هبقى عارف وهو رايح هو شايف بوالي وبوالي شايفه، هيحطها له على القريبه، هيحطها له في نص الجول، هيحطها له على البعيده، زي كوره امبارح وحيد عملها لبواليا ايوه اللي طلع وراح حاططها لقفشه،